في أديات النخاع الشوكي، وبعد أن تقطعت السبل بين القيادات العليا في المخ والقيادات الدنيا في النخاع الشوكي، تنشط هذه الأخيرة في التشبيك فيما بينها. يمكن لهذا التشبيك أن يكون عظيماً في مدى، بحيث يجمع البعيد والقريب، المتناغم والمتعاكس وظيفياً، كل ذلك في وحدة وظيفية شاذة. أسميتها دارة العصبون المحرك السفلي المرضية. وكما دائماً لا ننسى هنا وفي تشبيك عديد الأضلاع كهذا، الدورة المركزية للعصبونات الوسيطة، فهي قد أصبحت الناقلة الواصلة بين العصبونات الحسية والعصبونات المحركة السفلية في مجموعة القطع المتحالفة حديثا فيما بينها. بالنتيجة، في أديات النخاع الشوكي، وبعد أن تكون دارة العصبون المحرك السفلي المرضية قد تشكلت وأسست راسخاً أضلاع دارتها واسعة الامتداد، عندها تنبيه وحيد قد يعطي أكثر من استجابة حركية. فقرع الوتر الضاغسي الأيمن يطلق بسط الركبة اليمنى، هذا في الحالة الطبيعية. أما في حالة الاشتداد المرضي فقد يطلق حركة الثني في مفصل الورك الأيمن أيضاً. لا بد من الإشارة هنا أنه بالآلية ذاتها يمكن لنا تفسير العديد من المعكسات والعلامات المرضية للشلل التشنجي، كعلامة هوفمان وعلامة بابانسكي، كما التشنج العضلي، فجميعها نتاج دارة سفلية شاذة طارئة كثيرة الأضلاع كما القطع النخاعية. وأعني هنا بالضرورة دارة العصبون المحرك السفلي المرضية.